لتفاصيل اكتر بينضم لينا عبر الهاتف دكتوره رشا كمال، مدير الاداره العامه للوعي الاثري بقطاع حفظ وتسجيل الاثار. برحب بيكي معانا دكتور، وكلمينا عن الاستعدادات الخاصه لاطلاق المرحله الثانيه من مبادره الصحه النفسيه لتمكين المراه العامله، والهدف من هذه المبادره، يعني عايزه حلقه الوصل. تمام، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. بصي ستي، احنا البرامج بتاعتنا دايما بتكون بعد رصد القضايا والمشكلات عشان نقدر نطلع بسيناريو نقدر نفيد الفئة اللي بنستهدفها، وخاصة من ضمن الملفات بتاعتنا ملف خاص بالمرأة وكيفية تمكينها في القضايا المختلفة. فبنحاول دايما ما نفقدش هويتنا، بمعنى ان لازم السيناريو بتاعي لما تشوفي البرنامج تعرفي ان اللي مطبق البرنامج ده هو وزارة السياحة والآثار، مش اي جهه تانية، والا هيبقى مجرد نشاط عادي جدا لا يمت للاثار بالسلام. طبعا كانت الفكره انه في نوفمبر 2023 ابتدت الاداره تقوم بطرح الفكره، كانت للمراه العامله بشكل عام. فوجئنا انه زمايلنا في وزاره السياحه والاثار انضموا كمان، وفوجئنا ان في ناس طالعه على المعاش سن 75 سنه حابين كمان ان هم يجوا البرنامج ده. طبعا لو انا اتكلمت عن المرحله الثانيه في 2024 من المبادره، هلاقي انه احنا دايما بنقوم بقياس البرامج بتاعتنا، تقييم من اجل التقويم، بنشوف رغبات الناس ايه، ايه الحاجات اللي هم حابينها. فمثلا المرحله الاولى كانت بتتكلم في الوعي الذاتي، ازاي يبقى عندنا مرونه نفسيا. وبعدين لما تيجي تقارني بقى بالمصري القديم اللي كان بيكتب خطابات للموتى، طب ما هو في العلاج النفسي ممكن يقولك اكتبي خطاب، من بعض التمارين اللي الناس بتقوم بيها انك تكتبي خطاب بس مش هيتباعي. فهنا كمتنفس انا ببتدي ان انا اتعلم فكرة التدوين. من ضمن الاهداف كمان انه الناس تتعلم كتعديل مفاهيم وسلوكيات، ازاي تتبنى وجهة النظر الايجابية، ازاي يدركوا دوافع العقل الباطن. طبعا بندخل بقى في تحدي 60 يوم عادات صحية، مديتيشن، أكل صحي، اهتمام بالذات، تفاصيل كده كتير. يمكن البرنامج 2024 اللي هيفرق فيه انه طبعا دوت هيبقى تحت أمبريلة المجلس القومي للمرأة، تحت المظلة. طيب الهدف من البرنامج هو برنامج، يعني هدف سامي الحقيقة، يعني من خلال شرح حضرتك مسألة تنمية مهارات التفكير وتعديل بعض السلوكيات للمرأة العاملة، هو فكرة عظيمة الحقيقة، ونتمنى تطبيقها في جميع يعني القطاعات. كلميني عن فعلا المرحلة الثانية دكتور، وكلميني أيضا عن نجاحكم في إشراق مقدمي الخدمة والرائدات في مجال الصحة النفسية. مبدئيا هنلاقي ان المرحله الاولى كان فيها بعض الجولات، يعني مثلا شارع المعز، السلطان حسن، والرفاعي، الاماكن اللي هي فيها روحانيات عاليه. اتفاجئنا طبعا انه كانوا مبسوطين جدا 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 بكم الداتا الاثريه والجولات اللي قاموا بيها. ففي المرحله الثانيه احنا هنبتدي نزود في عدد الزيارات، وهنربطها اكتر بالبرنامج، لان فكره الجولات سواء بقى من خلال جولات سياحيه او اثريه فرقت معاهم جدا، لدرجه ان اللي كان في المرحله الاولى فيه عايز يكمل المرحله الثانيه. دي جزئيه. بالنسبه بقى للشراكات، طبعا هيدخل معانا شباب ورياضه ان شاء الله هيكونوا معانا. هنبتدي كمان نبص في ظل الجمهورية الجديدة، إن إزاي أوظف مفهوم الذكاء الاصطناعي في المبادرة بتاعتي. من ضمن المشكلات اللي بتواجه المرأة العاملة بشكل عام فكرة الملكية الفكرية وفرقة الأفكار، فأنا إزاي أعلم الناس الابتكار وهي أخلاقيات العمل. فكل دوت إحنا ابتدينا نقيسه من خلال المرحلة الأولى، بحيث إنه إيه يبقى موجود في المرحلة الثانية، مع طبعا مزيد زي ما قلت لحضرتك من الزيارات. هي بتستهدفوا ازاي المتدربات دكتوره رشا؟ طبعا من خلال الاعلان عن طريق الصفحه. في المره الاولانيه كنا اعلنا عن طريق الصفحه الرسميه للاداره، مع لانه كان في قصر البارون، مع قصر البارون كمان، فناس كتير من المجتمع المحيط بقصر البارون ابتدوا ينضموا، وناس كتير من الوزاره العاملين في الوزاره ابتدوا ينضموا لينا. طبعا في انشطه كمان فنيه بتبقى بجانب ده، وفي بتبقى اسئله، وزي ما قلت لحضرتك فكره تحدي 60 يوم.
فن الجورنال كمان اللي طلع ان هو ازاي ان انا ابتدي الحاجات احتفظ بيها وذكرياتي بحيث يبقى عندي حاجة ابص عليها اشوف واتعلم مهارات فنية شوية في الرسم او شغل الكولاج اعبر عن نفسي. كان في عرايس اللي هي البابة القفازية ابتدت كل واحدة طب يلا ادي نفسك نصيحة والبسي العروسة القفازية ديت في ايدك, فابتدى عارفة جو من الحوار الجماعي ومشاركة الأفكار الجماعية. يعني مثلا ما تيجي تقولي إيه طب ربنا خلقنا كلنا بنحب الرسم طبعا, مجهود رائع وفكرة رائعة طبعا دكتورة رشا كمال مدير الإدارة العامة للوعي الأثري بقطاع حفظ وتسجيل الآثار. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على الفكرة وعلى يعني مداخلة حضرتك معنا, شكرا جزيلا ليكي.